دونك اتصلت بي جمعيه الخير وجسور المدينه باش ان شاء الله ندوزو واحد لا فورماسيون للعدد ديال الشباب على طرق التعقيم باش حتى هاد الشباب هذا يشارك في المجهود لا اللي كيبدلوه الطواقم الطبيه ولا المجهود اللي كيبدلو اي مغربي باش المغرب يخرج من هاد الوباء هذا. دونك حنايا دابا غنديروا لهم واحد التكوين على طرق التطهير ديال اي موقع. دونك بالنسبه لهاد التكوين هذا فيه بزاف ديال النقط. النقطه الاولى هو الحمايه ديال الانسان. دونك اول حاجه كنوريهم كيفاش خصهم يلبسوا هذوك لا توني ديالهم ومن غير لا توني ديالهم، من بعد الطريقه ديال العمل ديالهم، ومن بعد كنشرحوا لهم لي برودوي اللي كنستعملوا في لا ديزانفيكسيون، ومن بعد كنشرحوا لهم الماتيريال باش كيخدموا باش ان شاء الله من يخرجوا من واحد الموقع يكون مطهر. وحتى الانسان اللي عاوتاني غيجي غيدخل لهذيك الموقع غيدخل في واحد في واحد في واحد الظروف اللي كتستوفي جميع شروط السلامه. السلام عليكم، مينا جنزاري رئيسة جمعية الخير للتنمية والتواصل. منذ ظهور هذا الوباء أرسلت الجمعية الجسر المدينة للتضامن بنيرة قديمة وجمعية الخير للتنمية والتواصل بشراكة مع إحدى شركات الخاصة للتعقيم بتكوين بعض الشباب. أرسلت جمعية الخير بتنظيم هذا التكوين ديال التطهير وقمت بالمشاركه ديالو واستحسنت هذه الدوره اللي كانت مع شركه كفؤه في هذا المجال اللي عطاتنا بزاف ديال المعلومات وبزاف ديال لي زاستيس اللي نقدروا نخدموا بهم باش نطهروا الاماكن اللي كنتواجدوا فيها المنازل ديالنا باش نكونوا اكثر حمايه.